أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر التثنية أصحاح 15. لأنه بسبب هذا الأمر، لآية رقم 10، يباركك الرب إلهك في كل أعمالك. في كل أعمالك تشوف بركة الرب بسبب هذا الأمر، يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك. الآية دي عزيزي المشاهد بتقول لنا إن الرب عايز يباركنا في كل حاجة بنعملها، في كل أعمالك، وشوف التأكيد، وجميع ما تمتد إليه يدك. الرب عايز يباركنا في كل حاجة بنعملها، والبركة عكسها اللعنة. اللعنة يعني أذى. باسم الرب يسوع يبقى عندنا إيمان إن ما فيش لعنات من أي نوع على حياتنا طالما إحنا مع الرب. لو أنت ليك علاقة حقيقية مع الرب هتقول ما فيش لعنات على حياتي، وإبليس عاجز إن يجيب أي لعنة عليا. إبليس عاجز تماما. أنا للبركة مش للعنة. والآية هنا بتقول يباركك الرب إلهك في كل، في كل، حط خط تحت كلمة كل، في كل أعمالك، وتأكيد بيأكد، وجميع ما تمتد إليه يدك. نقول كده باسم الرب يسوع لا لعنات على حياتنا بل بركات. والآية في سفر الأمثال بتقول كده بركات على رأس الصديق، والصديق اللي هو الشخص اللي ليه علاقة مع الرب، الشخص المؤمن. في كل حاجة بنعملها مفيش لعنة، في كل حاجة بنعملها في بركة. بس هنا الآية حاطة شرط للبركة. بسبب هذا الأمر، إيه هذا الأمر؟ هذا الأمر تعرفه لما تقرأ الآيات اللي قبل آية 10، ومع الآيات دي بتقول الشرط. إيه الشرط؟ إنك تساعد الفقراء بفرح، تدي للفقير وإنت فرحان، زي ما بيقول الكتاب المعطي المسرور. يبقى لما تدي ما بتديش عشان مضطر، لا، بتدي عشان فرحان ان الرب يستخدمك لمساعدة اخرين، فرحان انك بتقدم باسم الرب، فرحان انك بتقدم من وقتك، من فلوسك، من مجهودك لمساعدة ناس يحتاجون المساعدة. باسم الرب يسوع نحقق دائما هذا الشرط، ان احنا يبقى عندنا قلب للفقراء او قلب للناس المحتاجة. يبقى عندي قلب للشخص المحتاج ايا كان نوع الاحتياج، ابقى عندي قلب لي، ويبقى جوايا ان انا ساعده وفرحان ان انا بساعده. ده الشرط اللي حطه الكتاب هنا المقدس في تثنية 15، شرط، لأنه بسبب هذا الأمر العطاء بفرح، يباركك الرب اللي ليك علاقة معاه، إلهك. ما تلكش علاقة مع الرب مهما عطيت للفقراء، لا، مش هتبقى مبارك في كل الدوائر. زرعت هتاخد، لكن مش في كل الدوائر. عشان تتبارك في كل الدوائر، في كل المجالات، يبقى لازم يبقى ليك علاقة مع الرب. يبقى الرب مش إله الناس، إلهك أنت. في إلهك هنا يعني في علاقة بينك وبينه. يبقى ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني إن أنا بدي بفرح وأعطي. يقول لك ولا يسوء قلبك. لما تدي لا يسوء قلبك، ما تبقاش متضايق كده إنك بتدي، لا.
العطاء ده كأنك بتدي الرب. يعني لما تدي واحد فقير محتاج انت بتدي الرب. والرب اتكلم عن الامر ده لما كان بيتكلم عن امور ستحدث في نهاية العالم، قال ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. يعني بنفعل مع المحتاج كاننا بنفعله مع الرب، نشوف الرب في المحتاجين. لما تبقى دايما ده حالتك خلاص مفيش عائق للبركة في كل الدوائر في كل المجالات. مش معنى كده ان مش هيحصل حروب عليك في بعض الدوائر، لكن هتنتصر. مش الحروب مش هتقودك للفشل، لا ده تقودك للنجاح. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، بالرب يسوع الذي أحبنا يعظم 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 انتصارنا. عزيزي المشاهد اعلن ثقتك ان مفيش لعنات تؤذيك، بل لك البركات في كل المجالات. وتعالى معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني أصحاح 13، بنكمل التأمل في قصة الخطية اللي حصلت بين أمنون ابن داود وأخته اللي مش شائقته سامار. بنكمل التأمل في هذه القصة لأن فيها دروس كثيرة هامة جدا. الشهوة تحكمت تماما في أمنون، لغت عقله، فكرش ان اللي هيعمله ده هيغضب ابوه داود الملك، وما فكرش ان اللي هيعمله ده ممكن يحرمه من ان يبقى الملك بعد داود، ما فكرش في النتائج، سمعته سمعة العيلة، ما فكرش في اي حاجة. ليه؟ عشان الشهوة تملكته. باسم الرب يسوع لا يحدث معنى هذا. بعلاقتنا مع الرب الطبيعة القديمة مش هتسيطر علينا، ده تعليم رسالة روميا. بالروح القدس روميا 8، الطبيعة القديمة مش هتسيطر علينا، هنبقى في كل أمورنا بسبب الروح القدس في مشيئة الرب. الآية تقول كده في رسالة روميا 8، أبناء الله ينقادون إيه؟ بالطبيعة القديمة وشوء؟ لا، ينقادون بروح الرب، بروح الله، باسم الرب يسوع. إنما لازم تقاوم، والروح لما يبقى جواك هتنتصر، يعظم انتصاره. لا، هو ما قاومش والشهوة تملكته تماما 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 ولغت تفكيره. ويقول الكتاب طبعا احنا عندنا تحذيرات كثيرة في سفر الأمثال من خطايا الزنا، وسفر الأمثال من ضمن التحذيرات يقول لك ده عديم العقل. أمنون كان عديم العقل، شهواه خليته، وأكيد ورا الشهوة أرواح نجاسة، فقط مش شايف حاجة، حاجة مجراه كده، يقول لك كسور واحد بيقوده للذبح. فلما تملكته الشهوة يقول إيه؟ تمكن من سمار وقهرها. ده اغتصاب، يعني مش زنا برضا الطرفين، لا ده برضا طرف واحد وشهوة في طرف واحد، والتاني بيقاوم اللي هي سمار، لكن هو قدر عليها، عنده قوة. يعني هنا نقدر نقول ان العلاقة الجنس هنا كان تعبير عن الحب؟ لا، كان تعبير عن القوة بسبب قوته اغتصبها.
يقول كده فلم يشأ، هي قعدت تقول له كلام لم يشأ أن يسمع لصوتها، لصوت أخته غير الشقيقة سمار، بل تمكن منها وإيه، شوف التعبير، وقهرها. وبعدين يقول الكتاب إيه، ثم أبغض أمنون بغضة شديدة جدا. بعد التمتع الوقتي بالعمل ده حس إيه اللي أنا عملته ده، ولا شعور بتاعه خلاه يشوف إن السبب سمار أو جمال سمار، هي اللي أكاذيب جواه. واكتشف ان اللي جواه ده ما كانش حب، ده كان شهوة. فلما اكمل الشهوة خلاص، يقول تحول من الميل والرغبة وانه عمل مؤامرة ومش عارف دخل فيها وضحك على داود وعمل كل ده عشان يعمل العلاقة. اول ما عمل العلاقة خلاص بقي بقي كارحها، مش قادر يحتملها. ليه؟ لانها بتتكلم الوقت وجوتها قدامه بيتكلموا عن ضعفه وعن انها الخطيه غلبته، وحس بيها ان هو بقي، لا الناس هتقول عنه ايه كذا كذا كذا، هي السبب معنا، هي لا ده انت مش هي. لكن ده الانسان لما يخدع نفسه. ثم ابغضها امنون بغضه شديده جدا، لانه فجاه رجع له عقله وشاف النتائج وادرك الابعاد، وشعر ان هي مش بدل ما يقول انا عشان بعيد عن الرب، عشان انا مؤمل في حياتي الروحيه، بدل ما يجيب اللوم على نفسه عشان انا ما استشرت واحد غلط، صاحب ده ابن عمي الشرير، بدل ما يجيب اللوم على نفسه جاب اللوم عليها. وده اللي عمله في الكتاب مثلا أخاب، يعني بقى هو سبب التجدير لشعب الرب، وروح يقول له ليه انت اللي عامل كده، انت سبب التجدير للشعب. شوف الكذب، الواحد لما يكذب على نفسه تبقى انت سبب المشاكل في البيت، انما تشوف زوجتك هي سبب المشاكل مثلا، او تبقى انت اسيس الكنيسه سبب المشاكل، وتشوف ان سبب المشاكل الشباب الصغير. باسم الرب يسوع ما يكونش في روحنا غش زي ما بيقول داود، اللي روحه ما فيهاش غش يعترف ان هو الغلط، يعترف ان هو السبب. لا، هو شاف ان سمار هي سبب الكارثه. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياه كانت أشد من المحبة التي أحبها إياه. وهنا الأرواح الشريرة اللي كانت دفعاه أرواح النجاسة بعدت، فلا في أرواح بتدفعه ولا وفاء، وابتدى يشوف النتائج فخلاص مش طايقها. حتى أن البغضة التي أبغضها إياه كانت أشد من المحبة التي أحبها إياه. وده عموما اللي بيعمله إبليس مع أي خطية، يعني يحببك في الحاجة الغلط، وبعد ما تقع في الخطية يتعبك، بعد ما يبقى مسهل لك الدنيا يبتدي بقى يأسك ويلومك. قال لا أمنون بقى قومي يا سمار انطلقي امشي. قالت له لا سبب، امشي ازاي بعد ما اغتصبت منك، امشي ازاي بحالتي دي، مفيش سبب يخليني امشي. هنا بقى
هي كانت تتمنى انه يتحمل المسؤولية ويتجوزها مثلا، حتى لو الزواج ده مش موجود، كان موجود زمان يا ابراهيم وصار ردوا الاخوات لكن غير شعة، فزواج غير الاشقاء مش موجود، مش موجود في الشعب لكن كان موجود زمان. لكن طيب انا قلت في اخطاء عند سمار من الخطأ ده، ايه الخطأ ده؟ انا عايزة تعالج الغلط بغلط، يعني زي بالظبط واحد يعالج حمل حدث بزنا باقهاض، ما تعالجش الغلط بغلط، تعالج الخطيه بخطيه. تقول لي طب ما نعمل ايه؟ اقول لك عند الرب حل، اعترف بخطاك امام الرب، هو الوحيد الرب اللي يقدر يعالج الامور، لكن انت تعالج بنفسك وتقول نعمل اقهاض للجنين عشان نغطي الغلط، لا نعالج الخطأ بخطأ، لا نعالج الخطية بخطية، نعالج الخطية اللي اتعملت مع الرب. أروح للرب واعترف واشوف الرب يقول ايه. انما هو مش عايز كده كمان، فطلطها يعني يتجوزها لا، كمان انه يحميها يعترف بخطأه لا، طردها عشان يبين للناس ان هي السبب، هي سبب اللي حدث كذب، زي بالظبط امرأة فوطيفار لما طلعت يوسف، هو اللي عايز يعمل الخطية، عايز تبرأ نفسها وعايز توقعه كذب. هي قالت لا مش هطلع، لا سبب، مفيش سبب يخليك تعمل كل ده وبعدين ترميني. في القصة دي أمنون بقي أسوأ من واحد وثني عمل نفس الاغتصاب ده، بنقرأ عنه في العهد القديم اللي اغتصب دينا بنت يعقوب، ده كان واحد وثني اسمه شكيم. ليه شكيم بعد ما اغتصبها كان عايز يتجوزها؟ ولما نعمل مقارنة بين القصتين، القصتين فيهم اغتصاب، شكيم اغتصب بنت يعقوب، وهنا أمنون اغتصب أخته غير الشقيقة بنت داود، ده التماثل بين القصتين، لكن في اختلاف إن شكيم ما أبغضهاش. ليه؟ لأن ما كان ده ابن رئيس المنطقة وما خافش من النتائج، بل اتعلق بدينا، يعني مش كل زنا هيجيب بغضة، لا، اللي جاب البغضة الأمنون الظروف اللي هو فيها، هو ابن الملك و وهذا عار، وإنما التاني وثني لا عنده عار ولا عنده كده، فاستمر يتعلق بدينا بعد ما اغتصبها وسعى لزواجها. ده بقى العكس، ده أبغضها ومش عايز يتحمل أي مسؤولية، وعايز يحملها هي المسؤولية. هي قالت له ايه؟ مفيش سبب يخليني امشي، هذا الشر بطردك اياي هو اعظم من الاخر الذي عملته بيا. ده شر برضو انك تطردني، لكن يا سمار انت غلطانة، يعني هو تصرف بعدم رجولة، ما تحملش، كان ممكن يتحمل المسؤوليه بس مش لازم يتجوزك. ليه؟ لان الشريعه تمنع هذا الزواج، وما نعالجش، نقول لها كده ما نعالجش اخطاء الاخرين باخطاء مننا، او نتائج خطايا الاخرين
معنا بخطايا جديدة، ما ينفعش. المهم ان أمنون لم يشأ ان يسمع لها، بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه عني. هذه ايه؟ دي اختك، ومش اختك بس، دي مش واحدة عادية، دي اميرة، دي بنت الملك. لا، اطرد هذه عني، كأنه عايز يلبسها الخطية، يعني كأنها جاية وهي اللي عايزة العلاقة. شوف الكذب، شوف الأنانية. فيقول له ايه؟ اطرد. يعني يطردها ليه؟ ما في الغلام ما يفهم ايه، هيفهم ان دي اعتاد خليته يقع، عايزة تغريه، عايزة. اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب، دي خطر عليا، واقفل الباب وراءها. الشر مش بس يغتصب، ده عايز يلبسها المسؤولية، عايز يحملها وهي بريئة. صحيح عندها أخطاء روحية في القصة تعلمنا منها، لكن على الصعيد الإنساني مش الروحي، البشري، هي بريئة تماما. يعني مش بس أذاها نفسيا، قتلها نفسيا، طعنها نفسيا، ده اغتصاب. علاقة وهي بعد أن قهرها وتمكن منها، ده اغتصاب. مش بس عمل كده، ده عايز يصور للناس العكس، إن هي الشريرة وهو البريء. باسم الرب يسوع لا يحدث هذا أبدا في بيوتنا، باسم الرب يسوع. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أطهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.